السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هنتكلم على وفيات وأعمار أبطال فيلم عزراء وثلاث رجال، إنتاج 1986. الفنان فريد شوقي. تاريخ ومكان الميلاد 30 يوليو 1920، مصر. تاريخ الوفاة 27 يوليو 1998، العمر 78 سنة. قام بدور أبو عطوة. الفنان عزت العلايلي. تاريخ ومكان الميلاد 15 سبتمبر 1934، مصر. تاريخ الوفاة 5 فبراير 2021، العمر 87 سنة. قام بدور المقدم شكري عبد الرحمن. الفنانة ليلى علوي. تاريخ ومكان الميلاد 4 يناير 1962، مصر. العمر 61 سنة. قامت بدور أمل عبد الفتاح. الفنانة صفية العمري. تاريخ ومكان الميلاد 20 أكتوبر 1949، المحلة الكبرى. العمر 74 سنة. قامت بدور نشوى. الفنان عبد المنعم إبراهيم. تاريخ ومكان الميلاد 24 ديسمبر 1924، مصر. تاريخ الوفاة 17 نوفمبر 1987، العمر 63 سنة. قام بدور عبد الفتاح ناظر المدرسة. الفنان صبري عبد المنعم. تاريخ ومكان الميلاد 23 يوليو 1947، مصر. العمر 76 سنة. قام بدور جاسر. الفنان جلال عيسى. تاريخ ومكان الميلاد 17 يوليو 1937، مصر. تاريخ الوفاة 17 مارس 2019، العمر 82 سنة. قام بدور عبد الرحمن. الفنانة فريدة سيف النصر. تاريخ ومكان الميلاد 8 مايو 1959، مصر. العمر 64 سنة. قامت بدور نعناعة. الفنانة شريفة ماهر. تاريخ ومكان الميلاد 30 سبتمبر 1932، مصر. العمر 91 سنة. قامت بدور زينب أم أمل. الفنان عبد المنعم المرصفي. تاريخ ومكان الميلاد 31 ديسمبر 1951، شبرا. العمر 72 سنة. الفنان محمد عثمان. تاريخ ومكان الميلاد 1 يناير 1927، مصر. تاريخ الوفاة 5 ابريل 1987، العمر 60 سنة. الفنان محمد احمد المصري. تاريخ ومكان الميلاد 1 فبراير 1924، مصر. تاريخ الوفاة 31 يناير 2003، العمر 79 سنة. الفنان أبو بكر عزت. تاريخ ومكان الميلاد 8 أغسطس 1933، حي السيدة زينب. تاريخ الوفاة 27 فبراير 2006، العمر 73 سنة. قام بدور طنطاوي. المخرج سيد سيف. تاريخ ومكان الميلاد 13 أكتوبر 1945، مصر. العمر 78 سنة.